لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. ادم قال لك؟ طبعا لازم يقول لي، انا برضو ابوكي، مش معقوله اقف اتفرج عليكي وانت بتطلعي من جوزك. ما عنديش حل تاني. انت عارفه يا عزه يعني ايه تطلقي بعد سنه واحده جواز؟ هو اللي خاني واحنا ما كملناش سنه جواز. ما خانكيش ولا حاجه، هو غلط بس برضو لازم تسامحيه. معلش يا بابي، انا عارفه ان انت ما صدقت اتجوزتني وارتحت من مسؤوليتي، وما كنتش فاكر ان انا هرجع لك بعد كام شهر، بس لو بجد بتحبني سيبني اتطلق من احمد.
أنا عندي أموت وما أرجعلوش تاني. اطبعي ده وسلمي المستر سامح. ما رضيتش امشي قبل ما اجي اسلم عليكي. ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ قصدك ما لحقتيش تقوليها لي لما طبيت عليكي في البيت انتي وجوزي. عزة متهيألي ان احنا في الشغل. ومين قالك ان انا جاي اتخانق معاكي؟ ده انا جاي اديلك هديتك. ايه؟ ما تمدي ايدك وتاخديها عشان منظرك قدام الناس. مش احنا في الشغل برضو؟ ما استنيتش لما انزل الداون تاون عشان اشتريها لك. جبتها لك من الشوبينج سنتر بتاع الاوتيل. اصلك عزيزة عليا قوي يا ناني. لحد ما شفتك في البيت عند جوزي. مش قادرة انساكي يا شيخة وانتي عمالة تنصحيني ان انا ارجع له بسرعة قبل ما واحدة من اياهم تلف عليه في غيابي. صحيح صاحبتي الوحيدة. كنتش عارف ان انتي اللي هتقومي بالمهمة العظيمة دي. عموما ديني سايبهولك. هتبقوا لايقين قوي على بعض. خاين هيتجوز خاينة. بس ده لو ردي يتجوزك اصلا بعد ما سلمتي له نفسك من غير جواز وخنتي صاحبتك الوحيدة معاه. ايه؟ مش جايلك عين تفتحي الشنطة ها؟ أنا أقولك فيها إيه؟ قميص نوم أكيد أشيك بكتير من اللي كنتي لابسة لجوزي على سريري في أوضة نومي. كنت جايبهولك عشان تلبسيلي لدخلتك أنت كمان. مكنتش أعرف إن أنت هتستعجلي قوي كده وتعملي دخلتك وأنا مسافرة. كفايه لحد كده؟ معاكي حق. حتى هديتي خساره فيكي. قميص النوم ده انا هاخده. وانتي خدي جوزي. اشبعوا ببعض. الو خليها تفضل. اهلا وسهلا. انا مش هاخد من وقتك كتير. بالعكس انا كنت في انتظارك. وعلى فكره انا مش ناوي اطردك من مكتبي زي ما انت طردتيني من مكتبك. اكيد فكرتي في الكلمتين اللي قلناهم. فكرت عشان كده جاي اقولك ان انا مش خايفه منك لان انا اديتك حاجه كبيره قوي زمان وانت ما تستاهلهاش ومش مستعده دلوقتي اخسر حاجه كبيره بسببك. تقصدي ابراهيم؟ انا مش خايفه تقول لابراهيم لان اللي كان بيني وبينك كان قبل ما اعرفه. بس اظن انت اللي هتخاف تقوله لأن إبراهيم لو عرف هيفسخ الشراكة اللي ما بينكم. بس أنا مش هيسيبني عشان بيحبيني بجد مش زيك أنت كنت عاوزني عشان مصلحتك.
بابي؟ سرحانة في ايه؟ لا مش سرحانة خالص. انت اتأخرت ليه؟ كان عندي بزنس دينر. مع مين؟ يعني انت عارفة كل اللي بشتغل معاهم. عامل ايه مع ادم؟ حددته بعد الفرح؟ لا لسه. وبعدين بقى انا هخلي مدحت يرحمه شويه من المشروع ده اللي شاغل كل وقته. ايه يا بابي؟ حضرتك نسيت انه مشروعنا كلنا ولا ايه؟ لما تتجوزوا قلبكم هيبقى على المشروع ده اكتر من دلوقتي، هيبقى مشروعكم انتوا اكتر ما هو مشروعنا احنا. ما كنتش فاكره انك هتبقى مستعجل على جوازي قوي كده. عايز افرح بيكي بصراحه كده، في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. موضوع ايه؟ يظهر يا ستي ان انا مش هبقى لوحدي بعد ما تتجوزي وتسيبيني. يعني ايه؟ مش فاهم. اخيرا ربنا بعت لي الست اللي ممكن تشاركني الكام سنه اللي فاضلين في عمري. ومين بقى هي الست دي؟ هي مها، اخت ابراهيم بيه مجاور، شريكنا في مشروع مدحت. هو احنا لينا شريك تالت؟ هو شريك مدحت في المرحله الثانيه، بس بيني وبينك هو عايزنا نشاركه في المرحله دي كمان. طب بابي انا شايفه ان حضرتك لازم تفكر في الموضوع ده كويس قوي. ايه تكونيش قلقانه من حماكي؟ لا طبعا مش قصدي كده، بس يعني حضرتك ما تعرفش ابراهيم ده كويس. صعب قوي حد يبقى عنده اخت زي مها ويبقى راجل وحش. هي عاجباك للدرجه دي؟ جدا. انا لازم اعرفك عليها، انا متاكد هتحبيها قوي وهتتصاحبي قوي. من زمان ما شفتكش متحمس لحاجه وفرحان بيها قوي كده. يمكن يا ست ربنا كاتب لنا نفرح سوا، ويمكن كمان نتجوز سوا. بابي عشان خاطري فكر كويس، الجواز ده قرار صعب قوي ومحتاج تفكير طويل جدا. حتى لو كنت بتحبها، وحتى كمان لو ما تقدرش تعيش من غيرها. عن إذن حضرتك. الشاي بنفسي. احطهولك هنا؟ ايه؟ عاجبك قعدتك في البيت كده؟ والله يا طنط مش بايدي. لا مش دي جميله اللي انا عارفاها، اللي مفيش اي مشكله ممكن تكسرها مهما كانت كبيره. بس المشكله المره دي غير اي مشكله تانيه. عارفه حبيبتي، عارفه انك اتصدمتي في ادم، بس هو فقالت لي ان هو اتجوز قبل ما تقابلوا بعض. يا ريتنا ما تقابلنا، كان زمان دلوقتي كل واحد فينا راضي بدنيته وما تعذبش بالتاني. حبيبتي يا بنتي، انت كده بتحبيه؟ كلمي يا جميله، افتحي لي قلبك يا بنتي. انت عارفه ان انت من يوم ما جيتي هنا وقعدتي معانا وانا بحاول اكون محل مامتك الله يرحمها. مش عارفه اقول لك ايه، انا لما شفت ادم بعد كل السنين دي حسيت انه هيعوضني عن كل الناس اللي بحبهم والدنيا خدتهم مني. ولما قال انه بيحبني حسيت اني مش هعيش تاني لوحدي. بس لما عرفت انه كاتب كتابه عرفت اني هفضل طول عمري لوحدي. ربنا كريم يا جميله، وقادر يعوضك عن ادم وعن كل الناس اللي حبيتيهم واتحرمتي منهم يا بنتي. أنا كمان بقول كده لنفسي.
ماليش دلوقتي غير ربنا، وبدعي طول الليل يصبرني ويقويني. يبقى انت لازم ترجعي شغلك عشان تخرجي من اللي انت فيه. مش قادره اشوف اي حد دلوقتي. يا بنتي ده كلهم هناك بيحبوكي، حتى الزباين بيجوا مخصوص علشان الاكل اللي بتعمليه لهم وبياكلوا صوابعهم وراه. هو عمي اللي قالك تنصحيني ارجع المطعم؟ صراحة اه، بس والله العظيم انا بقول لك كده علشان نفسك، لا عشان عمك ولا عشان الشغل. فكري براحتك، مفيش غير انا وانتي في البيت، خالد ووفاء وابوهم كلهم نزلوا، انا هقوم اقضي الحاجات اللي ورايا وارجع لك تاني. هديك رحت لها المطعم ما لقيتهاش هناك، هتفضل قاعد كده يمكن تنزل في أي لحظة وتشوفها. أعمل إيه بس؟ مش عايزة ترد على تليفوناتي، وأنا عندي كلام كتير قوي عايز أقوله لها. طب اللي بينا اقف فين وما اقفش فين؟ واقف في بيتنا، فيها حاجه دي؟ فريده قالت لي انك نازل مع صحابك. اه، رجعت في كلامي. طنط فريده؟ طنطك فريده خلاص نزلت. نزلت؟ اه، ما حدش في البيت دلوقتي غير انا وانتي. عقلي، رايحه على فين؟ هنزل بس اشتري شوية حاجات. هتحوريش يا بت، مش هتعرفي تهربي مني، مش هتعرفي. انت شارب حاجة؟ مالكيش دعوة باللي شاربه. يا خالد بلاش، ده انا ما رضيتش اقول لهم على اللي انت عملته المرة اللي فاتت. مش هتقدري تقولي لهم على اللي هيحصل فيك المرة دي. حرام عليك، ده انا بنت عمك. ايوه بنت عمي، يعني انا اولى من الغريب؟ ولا هي الدنيا ما فيهاش غير سعدان بتاعك ده؟ انت عايز ايه؟ انت عارفة كويس انا عايز ايه. جميلة مش هتعرفي تهربي مني، هتيجي يعني هتيجي. جميلة جميلة افتحي، بقولك افتحي. افتحي جميلة. لو قربت مني هموت نفسي. انت بتهدديني؟ ما تموتي، هاخد منك اللي انا عايزه. يا خالد والنبي بلاش. موتي، هاخد منك اللي انا عايزه. جميلة رحمة أمك ما سيبك. تعالي هنا. تعالي، مش هتعرفي تهربي مني. جميلة جميلة.
جميلة! افتحي الباب! افتحي الباب يا جميلة! مش هتعرفي تهربي مني يا جميلة! الحقوني! مش هتقدري تهربي يا جميلة! محدش هيقدر ياخدك مني يا جميلة! الحقوني! انت بتاعتي وبس! ورحمة أمك ما هسيبك! مش هتقدري تهربي يا جميلة! محدش هيقدر يلحقك. يا أمك لا بلغ لك البوليس. شطر على بنتي يا زبالة. تعالي مكانك. مكان. أنا ربطت لك الجرح مؤقتاً لغاية ما تعدي على أي مستشفى. تعلمت فين كل الحاجات دي؟ وصلي خدت دورة تمريض في الكشافة أيام المدرسة. أنا مش فاهم إزاي كنت عايشة في بيت واحد مع الحيوان ده طول السنين اللي فاتت. والله يا آدم هو كان كويس زمان، بس الحاجات اللي بيضربها دي لحست له دماغه. وفريدي ما كنتش جيت؟ مش عارف، ربنا أكيد هو اللي بعتك ليا. كان لازم أشوفك يا جميلة. رحت لك على المطعم قالوا لي انت واخده اجازه، ما قدرتش، جيت لك جري على البيت. انت لازم تسيب البيت ده. هروح فين يعني؟ هجيب لك مكان يبقى بتاعك انت لوحدك. لا بلاش، خليك انت بعيد. خايفه عليا؟ وخايفه عليا انا كمان. اكيد عمي مش هيوافق اني اقعد لوحدي. فهمي اللي حصل، فهمي الحيوان ده عمل ايه بالظبط. مش هيصدقني، وحتى لو صدقني مش هيعمل اي حاجه. أكيد مش هيطرد ابنه من البيت. يعني مش هيطرده ولا هيسيبك تمشي أنت كمان؟ هيخاف الناس يقولوا إنه طرد بنت أخوه من البيت، وما تنساش إنه محتاجني قوي في المطعم. جميلة، أنا مش هخليكي ترجعي البيت ده تاني، خلاص الموضوع ده انتهى. ما تخافش عليا، أنا هعرف أحمي نفسي اليومين الجايين دول، على الأقل لحد ما نشوف هنعمل إيه. ايه يا نوع يا حبيبتي؟ اتأخرتي عليا ليه؟ ما كنتش عايزة اجي اصلا يا عمر. مش عايزة تيجي ولا مش عايزة تواجهي ادم؟ هو اللي مش عايز يواجهني اليومين دول. عموما ما تقلقيش، هو اتصل بيا وقال لي انه قدامه ساعتين على ما يجي. ده حسسني اني عملت مصيبة لاني رحت لها الرستوران من وراه. ولا مصيبة ولا حاجة. انا مش ندمان اني قلت لك تروحي لها. حتى لما عرفت ان مروحي ليها ده ما جابش اي نتيجه. مين اللي قالك كده بقى؟ حسب معلوماتي انها قالت له ما يتصلش بيها تاني، هو قال لمامته ومامته قالت لي. وحسب معلوماتي انا بقى انه مش هيسيبها بسهوله، هو اللي قال لي كده. مش كل حاجه تسمعيها تصدقيها، وبعدين ده جوزك انت مش جوزها هي. ده لو فضل جوزي. يعني ايه؟ يعني هو حسسني ان احنا ممكن ما نكملش مع بعض عشانها. مش هيحصل. وتفتكر يا انكل لو حضرتك اللي طلبت منه كده انا هبقى مبسوطه؟ هفرح يعني لما يرجع لي غصب عنه؟ انت ليكي حق يا حبيبتي، بس عايزك تفهمي ان دي مجرد نسوه، شهر ولا شهرين وهينساها ويفضل معاكي طول العمر. شوفي يا نهى، انا عندي خبره في الحياه اكتر منك، اتعلمت حاجة مهمة قوي، ما تنديش الأمور أكبر من حجمها. بيانا هفضل معاكي على طول، أنا أكسب ابني وأنت ترجعي جوزك تاني. إيه يا نهى؟ في حاجة عايزة تقوليها ورجعت في كلامك ولا إيه؟ توعدني الأول يا أنكل إن اللي هقوله لحضرتك دلوقتي يفضل سر بينا، وما تقولوش لبابي ولا تقولوا لأي حد في الدنيا. أنا اللي من الأول قلت لك مفيش داعي تدخلي بابا في المواضيع دي. أنا وآدم يا أنكل مش مجرد اتنين مكتوب كتابهم وبس. إحنا تقريبا متجوزين فعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي عمل في البيت كده؟ مش عارف، نزلت اجيب حاجه كلها، رجعت لقيت الدنيا متبهدله زي ما انت شايفه. وجميله كانت فين؟ برضه ما اعرفش، رجعت ما لقيتهاش. سيبتي؟ ما كنتش حرام يا ابني؟ ما فيش حاجه اتسرقت. يعني البيت مسكون عفاريت بينططوا وكسروا البيت؟ يمكن القطط وهي بتتعارك على السلم. قطط ايه بس دي اللي هتنط عشان تكسر الشراعه بتاعت الباب؟ طيب انا هنزل اجيب عم عاده واخليه يركب واحد غيره. ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ دي المقشه كنت بنضف بيها الارض. بتنضف الارض؟ من ايه؟ طب انا هنزل بقى ماما اجيبه. ها بس ما تجيبيش السيره لبابا لما يرجع. ليه؟ مفيش، مش عايزه يتخض يعني، كفايه اللي هو فيه. بصي امسكي المقشه دي كده ونضفي انت الارض، بس حاسبه تتعوري. هاي يا جماعة، بكرة البروفة الساعة 5. شكرا. مبروك على الشغل. الله يبارك فيك، انت السبب. ازاي بقى؟ انا دحلبت المايسترو في الكلام وعرفت منه ان انت اللي قلت له جيلي البيت عشان يقنعني اركب. طب وده كلام؟ في مايسترو برضه ما تبلش فوق فوله. بس اقول لك حاجه، يا فوله حلوه برضه. ازاي يعني؟ يعني انا ما زعلتش لما عرفت ان انت اللي عملت كده، بالعكس انا فرحت اكتر انك رحت له من ورايا. اقول لك على سر تاني؟ لو زي اللي فات يا ريت. انا ما رجعتش عشان المايسترو، انا رجعت عشانك انت. بصراحه حسيت انك تستاهل اعمل لك حاجه كبيره عشانك وعشاني. مال ايدك؟ لا ده عصام قفل الباب العربيه على ايدي. لسه برضه مش عايز تروح الشغل؟ مش عايز اشوف حد. لغايه امتى؟ مش عارف. مش عايز تروح الشركه لحسن تقابل نهى؟ نهى؟ انا ما عملتش حاجه لنهى عشان اخاف منها. وانت عارف عملت ايه كويس.
انا قفلت الباب لان اللي هقوله لازم يفضل سر بيني وبينك وبين نهى، مش عايز حد يسمعه. سر ايه؟ مش قادر افهم ازاي تفكر بالطريقه دي يا ادم. عايز تطلق نهى بعد اللي حصل بينكم؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انكم اتجوزتوا فعلا، مش كاتب كتاب على ورق وبس. كنت هفتكر ان هي هتتجرأ وتقولك. هي ما جرأتش ولا حاجه، هي استنجدت بيا. مش احسن ما كنت تروح تقول لابوها وتحطك في موقف ما انتش قده؟ ايه بابا، انت جاي تخوفني من ابوها؟ اخوفك من ابوها؟ هو ده اللي انت فهمته يا ادم؟ انا مش بخوفك ولا حاجه، انا بقول لك حط نفسك مطرحه. يا اللي عندك ثلاث اخوات بنات، تخيل واحد يجي يتجوز اخت من اخواتك وبعدين يتجوزها فعلا، مش كاتب كتاب بس، يعني غلط معاها تقريبا، وبعدين يجي يقول لك عايز اطلقها لحسن قابلت حبيبتي الاولانيه. معقوله يا ادم؟ انا ما غلطتش لوحدي، هي كمان غلطت. هي ما غلطتش، هي امنت لك لانك جوزها. كانتش عارفه انك ناوي تخلع. اللي انت ناوي تعمله ده يا ادم غلطه كبيره قوي. نوها مش هتسكت وهتروح تقول لابوها، وعارف لو قالت لابوها هيحصل ايه؟ المشروع اللي بيني وبينه هيبوظ. المشروع اللي انا حطيت فيه كل ما املك من فلوس يا ادم. وبعدين تعالى قول لي هنا، هنروح نقابل الراجل ده باني وش؟ هنشوف الراجل ده ازاي وهنقول له ايه؟ هنقابله باني وش يا ادم؟ مش هقدر ادافع عنك يا ادم في الموضوع ده. فهمني كويس ولا لا؟ الشغل. والله اعلم لو ادم ما كانش جه كان حصل ايه تاني. خالد ده اكيد اتجنن. دي مش اول مره. كمان؟ قبل كده دخل عليا وانا نايمه بس لحقت نفسي بسرعه، وساعتها ما كانش مجنون زي النهارده. وما قلتليش من الاول ليه؟ ما حبيتش اعمل فضايح. قعد يترجاني ما اقولش لحد، هو وعدني انه مش هيعمل كده تاني. عشان كده فضلتي تقفلي على نفسك بالترباس طول اليومين اللي فاتوا. وانا مش عارفه اقول لها ايه. حتى لو عرفت ماما ما بتقدرش على خالد، بس بابا لازم يعرف. تفتكر يعني عمي هيقدر عليه؟ خالد لازم يعرف ان بابا عرف عشان ما يفكرش يعمل كده تاني. ده لو كان عمله وهو في وعيه. يعني ايه؟ خالد خلاص بقى مدمن؟ مش هنعرف نعالجه؟ مش هضحك عليكي واقولك اني بفكر في خالد دلوقتي. طبعا معاكي حق، اكيد بتفكري ازاي تحمي نفسك. ادم بينصحني اسيب البيت. لا يا جميله، انت مالكيش مكان تاني غير هنا، ومن هنا ورايح انا مش هسيبك، رجلي على رجلك في الدخله والخارجه. رايحه فين؟ رايحه لخالد، لازم يعرف انك قلتي لي كل حاجه. جميله حكت لي كل اللي انت عملته معاها. كدابه. جميلة مش كدابة، أنت فعلاً استفردت بيها في غيابنا. لو ما كانتش عايزاني ما كانتش فضلت قاعدة لغاية ماما ما خرجت وسابتنا لوحدنا. اخرس، حرام عليك. هي ما كانتش تعرف إنك لسه ما خرجتش. وحرام عليا وحلال على سي آدم اللي ماشية معاه. ابعد عن جميلة يا خالد، وخلي بالك ماما مش مصدقة إن القطة هي اللي كسرت الشراعة. بتهدديني تقولي لها يا بت ولا إيه؟ جميلة اللي هتقول لها وهتقول لبابا كمان. مش هتقدر، عشان لو اتكلمت أنا ساعتها هتكلم. أقول لهم إن الكلب بتاعها جالها لغاية الشقة من وراها. ساعتها بقى مش هيخلوها تعتب من باب الشقة. مفيش فايدة، مش هترتاح غير لما تولع علينا حريقة في البيت كله. مش هرتاح غير لما اخد طاري من الأستاذ رمي. هيهميها يا أختي إن أنا هكسر له إيده لو فكر يمد إيده عليا تاني. ماشي يا خالد، بس اعمل حسابك إن أنا عرفت خلاص. أبقى أعمل حسابي يا أختي. Thank you.
ما انا مستني سامر يجي لي دلوقتي على النادي وهاخده ونجي لك. ماشي لو عايزين تروحوا بالليل نكملها بقى طول اليوم. خلاص. انت ايه اللي موقفك هنا؟ نعم. طب بقول لك ايه، اكلمك تاني. سلام. افندم. ايه؟ مش شايفني انا برسم الشجره اللي وراك؟ بصراحه ما خدتش بالي، معلش. اوكي، ادي خدت بالك. ممكن بقى تمشي من هنا وتروح تقف في اي مكان تاني؟ مكان تاني فين؟ المكان ده ملك الجميع. وانا مالي، دي مش مشكلتي. ممكن بقى تروح تقف في اي حته تاني يا اخي. طب هدي نفسك. ايه رايك لو ترسمي الشجره وانا واقف جنبها؟ الصوره تبقى احلى، صح؟ لا يا خفيف، مش هينفع. وبعدين انا بدات اللوحه وهي كده. ماجد الحقني يا عم سامر. يعني انت ما لقيتش الا دينا تقع في ايديها؟ ازيك يا دينا، عامله ايه؟ انت تعرفه؟ ماجد انتيمي، بس مسافر امريكا بقاله سنتين ما نزلش مصر. بص يا استاذه دينا، انا لو اعرف ان انا ابوظ لك لوحتك ما كنتش نزلت من البيت اصلا. مش بقول لك خفيف. طب بقول لك ايه يا سامر، يعني انت ممكن تاخد صاحبك وتمشي من هنا عشان من كتر خفه الدم وانا مش هقدر استحمله. ها اتكل. سلام. بعدين بقى عندي نادي عم ماجد. هي مال لسانها طويل كده ليه؟ لسانها طويل ومجنونه والجن بلد، بس بنت جدعه وتتصاحب. باي دينا. لولا لولا انت اهلا. عامله ايه؟ كل ده بره؟ انت مش قلت الاجازه دي كلها هتقضيها معايا؟ انا شرفني انك هتيجي بدري. ما انا جيت بدري يا سيدي عشان اعمل لك الاكل اللي انت بتحبه واللي بقالك سنتين وانت محروم منه. يا سلام يا لولا، هي دي الاخوات ولا بلاش؟ كفايه انك حتى اجلت سفرك عشان تقعدي معايا. بطل بكش بقى واقعد، كنت غديت بره. بصراحه كنت هتغدى بس سدت نفسي. ليه كده؟ بقول لك يا لولا، وانا دم تقيل ولا هزاري بايخ ولا الحاجات دي؟ مين اللي قالك كده؟ واحده كده في النادي. مين دي؟ واحده عامله فيها فنانه كده وعماله ترسم في الشجر كله بتاع النادي. سيبك منها واوعى تفوت على نفسك الملوخيه بالارانب اللي انا عاملاها لك بايديا. ملوخيه بالارانب جيتي على الجرح. طيب تعالى يا سيدي.